إطلاق تقني هو الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز 4 مليارات ريال. كل ذلك يأتي تعزيزاً للقدرات الرقمية وتحقيقاً لهدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030، وتشجيعاً للابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية. وترسخ المبادرات الضخمة مكانة المملكة كمركز تقني إقليمي لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين من المنطقة والعالم. وزير الاتصالات أعلن عن إطلاق 3 برامج تنفيذية تمس كل من الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، لافتاً إلى أن حجم قيمة الاقتصاد الرقمي الذي يشكل ربع الاقتصاد العالمي بلغ نحو 23 تريليون دولار. خلال المؤتمر تم إعلان حدث تاريخي، فبدعم ولي العهد تم صنع رقائق ذكية بأيد وعقول سعودية في تطبيقات عسكرية وتجارية ومدنية. طويق، همة، قمة، المبادرات 3 الرئيسية تهدف في مجملها إلى رفع القدرات الرقمية للشباب والشابات في مجالات البرمجة، وتعزيز الثقة بين الشركات التقنية والجهات التمويلية، وتشجيع الابتكار والإبداع من خلال التجمعات والمنصات المركزية. وبيّن وزير الاتصالات أنه تم وضع ميزانية تبلغ 2 ملياري ريال لمبادرة همة، بهدف دعم سوق التقنية بأكثر من 20 منتجاً وبدعم الرياديين في المراحل الأولى والمراحل المتقدمة. ومن بين الإعلانات التي شهدتها فعالية لاونش إطلاق أكاديمية سدايا لتسهم في بناء القدرات وتمكينها في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإطلاق منصة سطر للبرمجة بأكثر من 1300 فيديو تعليمي، ومنصة كودر هب أول منصة عربية متخصصة في التحديات البرمجية بأكثر من 400 تحدي، وتدشين منصة درونز الخاصة لخدمة مستخدمي الطائرات دون طيار داخل المملكة وقطاع الأعمال.